أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو التضخم، الحركة السعودية العامة الشاملة لأسعار السلع والخدمات في اقتصاد معين الناجمة في كثير من الأحيان عن زيادة في المعروض النقدي، والتي تقاس عادة بواسطة مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين. مع مرور الوقت ومع زيادة تكلفة السلع والخدمات، تتراجع قيمة الدولار الأمريكي لأن المستهلك الفرد لن يكون قادرا على شراء ما كان يمكن له سابقا شراؤه بهذا الدولار. في حين أن معدل التضخم السنوي قد تذبذب بشكل كبير على مدى نصف القرن الماضي، وبدأ مستوى التضخم من الصفر تقريبا وحتى 23%، يحاول البنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل فعال الحفاظ على معدل معين من التضخم الذي عادة ما يكون بين 2-3%، ولكن قد يختلف تبعا للظروف. خلال السنوات الأخيرة حاولت معظم البلدان المتقدمة الحفاظ على معدل التضخم عند 2-3%. لا تبقى قيمة الدولار الأمريكي ثابتة عند حدوث التضخم. تتم مراقبة قيمة الدولار الأمريكي بواسطة القوة الشرائية، وهي السلع الملموسة الحقيقية التي يمكن للمال شراؤها. عندما يرتفع مستوى التضخم تتراجع قوة المال الشرائية. على سبيل المثال، إذا كان معدل التضخم 2% سنوياً، من الناحية النظرية ستكلف علبة علكة بسعر دولار واحد 1.02% في السنة. بعد حدوث التضخم لا يمكن للدولار الواحد أن يشتري نفس السلع التي اشتراها سابقا. هناك العديد من الأشكال المختلفة للتضخم. الانكماش، وهو عندما يتراجع المستوى العام للأسعار وهو عكس التضخم. التضخم غير العادي، وهو التضخم السريع جدا. في الحالات القصوى يمكن أن يؤدي هذا إلى انهيار النظام النقدي في البلاد. واحد من الأمثلة الأكثر وضوحاً على ذلك هو التضخم في ألمانيا عام 1923، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 2500% في شهر واحد. الركود التضخمي هو مزيج من ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي مع التضخم. لقد حدث هذا في الدول الصناعية خلال سنوات السبعينات، عندما تم جمع بين الاقتصاد السيء وقيام أوبك برفع أسعار النفط.